انت فين من الصبح؟ انا دايخه عليك، كنت فين؟ قلت ايه في التحقيق؟ ما قلتش، هما اخدوا بصماتي وعينه من شعري، وانا كتبت لك كل ده في المسج. لسه شايفه حالها؟ انا مش هقعد هنا 4 ايام، اتصرف، اعمل اي حاجه. جمال الزايد بيعمل ايه بره؟ وانا كنت اعمل ايه يعني؟ ما انا مش لاقياك، وعايزين ينزلوني الحجز مع المجرمين. قلت اكلم محامي يشوف لي صرفه، ويا ريتني كلمته من بدري. قال لي لو كان معايا في النيابه كان زماني خرجت بسهوله. حكيتي له اي حاجه من اللي حصل؟ لا، قلت له ان انا مش فاهمه حاجه ومش عارفه اتقبض عليها ليه من اصله. نفس الكلام تقريبا اللي قلته في التحقيق، ووصيته ما يجيبش سيره لاي حد ولا حتى اهلي. هو مش هيجيب سيره لاهلك، هو هيجيب سيره لمصر كلها. وانا يعني كنت اعمل ايه؟ ما انا مش لاقياك، وهو المحامي بتاعنا من سنين. المحامي بتاعنا عشان اسمه كبير، لكن رغاي وبيحب الفضايح عشان يفضل مشهور، ومش هو اللي بعتمد عليه في الحاجات دي. يلا، هي فضيحه ولا اكتر. نديم، اقف جنبي. هتعمل معايا حركه كده ولا كده؟ انت حر، عليا وعلى اعدائي، وانت عارف جناني ممكن يوصل لحد فين. جمال بيه؟ نديم بيه، أنا قريت المحضر اللي هنا، وبكرة الصبح بإذن الله هطلع على تحقيقات النيابة و تشغلش بالك، الموضوع بسيط. يعني إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. اتفضل على الدش. ثواني وراجع لك، ما تمشيش. أصل أنا ما تمشيش. نديم بيه، هو الوصول ليك صعب قوي كده؟ قبل أي كلام، ده قرار من النائب العام بمنع النشر. مفيش داعي نعمل فضايح وشوشره وفي الاخر القضيه تبقى متفبركه. متفبركه؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. وانا اللي هقول لك يا مجدي بيه، انتوا باي حق تاخدوا مراتي من بيتها وتتهموها بانها كانت مع راجل غريب؟ تمام. نديم بيه، لو سيادتك تحب تفتح محضر بالكلام ده انا ما عنديش مانع. ولا نخليه الصبح مع النيابه؟ ليه الصبح؟ تفتح محضر حالا وتثبت فيه ده. اللي هو ايه؟ ده ريسيت من الاوتيل اللي كنت سهران فيه انا والمدام، نفس اليوم اللي حصلت فيه الحادثه، وثابت هنا انها دفعت بالفيزا بتاعتها، وعندك التاريخ باليوم والساعه والدقيقه، وفي شهود كمان. مش مدام نديم فخري اللي تعمل كده؟ امال طلقتها ليه يا نديم بيه؟ ولسه في حد بيصدق الجرايد؟ أنا بصدق في الجرايد حاجة واحدة بس، صفحة الوفيات. ثم أنت خدت المدام منين؟ مش من بيتي؟ دي تبقى لعبة كبيرة أوي يا مجدي بيه، تصفية حسابات يعني، وأنا لو اتكلمت البلد تولع، والبلد مش ناقصة. So your father said she's in a meeting. Calm down. بس أنا مش مطمنة، في حاجة غلط. بابي كان صوته مش كويس. مامي؟ يا روح الماما، وحشتيني قوي حبيبتي. انتي كمان. ايه ده؟ حبيبي لسه صاحي؟ هاي سادو. انت كنت متأخر عليا كل ده؟ معلش يا حبيبتي، غصب عني، أنا آسفة. ماشي، بس ما تبقاش تتأخري بقى علي. إيه؟ حاضر، هروحي. في إيه؟ ولا حاجة يا حبيبتي، أصلي وقعت وأنا نازلة من المكتب، بس أنا أهو قدامي كويسة وزي الفل، ما تقلقيش. ماشي.
حتى ما اتصلتيش بيا ليه؟ اتصلتش بيكي عشان لما وقعت تليفوني وقع كمان وشنطتي وانكسر، بعدين مش بابي يكلمك وطمنك؟ خلاص سيبك مني دلوقتي وقولي لي، هي طنط مريم رجعت من برا فوق في اوضتها؟ ما قالتلكيش كانت فين؟ طيب حبيبي اتعشى؟ استني كتير روح يعني. بقولك ايه، انا هطلع اخد شاور بسرعه وانزل على السريع نتعشى مع بعض. اوكي اوكي يا ولد. استنيني راجع حالا. حاضر. سادو prepare the dinner please. مامي. ايه يا روح المامي؟ هي طنط مريم متجوزه؟ مريم ما قلتيش يعني انك يوم الحادث كنت سهرانه مع الباشمهندس نديم؟ اتلخبطت من كتر الخضه اللي انا فيها نسيت كل حاجه. ودي حاجه تتنسي برضو؟ يوميها انا كنت سهرانه. يوميها كنت مع تامر، وتحريات المباحث بتقول انك خرجتي مع المجني عليه. هو خلاص بقى مجني عليه؟ والله العظيم حرام اللي بيحصل معايا ده، انا اللي مجني عليا هنا. ما هو انت لو ساعدتينا وقلت لنا اللي حصل هنريحك من ده كله. اللي حصل اني كنت سهرانه مع جوزي، وفي فواتير وشهود بكده. وفي شهود برضه بيقولوا ان شافوكي وانت بترقصي مع تامر، وانكم خرجتوا مع بعض ورحتي مع بيته. ما حصلش، كدابين. انا لا رحت بيته ولا اعرف بيته ده فين من اصله. كفايه بقى ظلم. ظلم؟ ايوه طبعا. لما تجيبوا ست محترمه من بيتها وتقبضوا عليها يبقى ظلم وافتراء كمان. طب يا ستي، عشان احنا ناس ما بنحبش الظلم ولا بنحب الافتراء، هتفضلي محبوسه لحد تقرير المعمل الجنائي ما يجي، وانا هنزل بنفسي للقاضي في التجديد واطلب استمرار حبسك.